السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأبنائي في جريتو، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي، النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد بعنوان الأوردرينج نمبر. أوردرينج نمبر اللي هو الترتيب، هنرتب الإيه النمبرز بتاعتنا، فين الجريترست وفين الليست. الجريتست والليست دي بنحددها إزاي؟ على أساس اللي هو طالبه مننا. هو ممكن يجي يقول لي إيه، عايزين مثلا فروم the least to the greatest، يبقى من الصغير للكبير. لما تيجي تحط الارقام من الصغير للكبير، اول حاجة هنعمل برضو ايه، نفس فكرة الكمبير عشان نعرف انه رقم اكبر وانه رقم اصغر. طب compare the hundreds digit، اول حاجة هنا طبعا ال hundred هنا 4 وهنا 4 وهنا 5 وهنا 7 وهنا 7. واضح جدا ان ال 4 وال 4 هم اقل حاجتين، صح؟ في ال hundred اللي هم دول. يبقى in hundreds digits are the same comparing the tens digits. يبقى هناخد التو دولت وهنقارنهم ببعض، هنا 4 وهنا يجي 4، هنا 0 وهنا 6. يبقى واضح ان ال 400 دي ايه اصغر حاجة، يبقى هناخدها اول واحدة. طب نيجي بعد كده، دي هتيجي بعديها طبعا، اللي بعديها ال 500. هنيجي بالنسبة لدول هنقارنهم بنفس الطريقة، هنا 7 وهنا 7، هنا 7 وهنا 7، هنا 7 في التنس وهنا 7 في التنس. في الوانس هنا 7 وهنا في الوانس 5، فهناخد دي الاول وهتبقى الترتيب بتاعها هتيجي نمبر 3، وهتبقى في الاخر اللي هي ديت هتيجي في الاخر. هنا بيقول لي 5 و27 و52، هو عايز من ايه، from the least to the greatest. يبقى عايز او اكن ascending، ممكن يقول لك from least to the greatest، او ممكن يقول لي ascending order، يعني اكنك طالع السلم، بيشبه لك اكنك ascending طالع ايه السلم كده. طيب بسهولة جدا، اول حاجة يعني واضح جدا عندنا ان هي ال 5 لان هي 1 digit، هنكتب 5. يجي بعديها عندنا 8، هنا طبعا ال 2 digit وهنا 2 digit وهنا 2 digit وهنا 2 digit، بس هنا 2 من التنس، هنا 5 من التنس، هنا 1 من التنس، هنا 7 من التنس. طبعا ال 1 تنس هيبقى هو الأصغر، هناخد هنا 1 من التنس اللي هي تبقى تعتبر كام؟ هتعتبر 10. بعد كده هنروح عندنا 52 و27 و72، واضح جدا ان ال 27 هيكون أقل. واللي بعديها عندنا 52، واللي بعديها اخر حاجة هتبقى 72. تعالوا يا حبايبي نشوف اللي بعديها، هنا 3 ديجيت طبعا اكتر، ودي 3 ديجيت اكتر، واضح ان دي 1 ديجيت هتبقى ال 4 هناخدها الاول. فين في حاجة 2 ديجيت؟ ايوه دي ودي، واضح جدا ان ال 15 هتيجي قبل ال 72، فهنكتب هنا 15، ويجي بعدها ال 72. يتفضل رقمين عندي 3 ديجيت و 3 ديجيت. اول رقم اللي هو 745 اللي هو 745، وهنا 200، واضح ان 200 اقل من 745، هنكتب هنا 200. الأخير اللي هو 745. كده بقى احنا رتبناهم ترتيب ascending أو من the least to the greatest. هنا كلهم 3 digit، بس أعلى حاجة في ال 100 فين وأصغر حاجة؟ واضح جدا إن ده 183 198، يبقى واحد من دول. طبعا هنا 1 وهنا 1، هنا 9 وهنا 8، يبقى ال 8 أقل، يبقى هناخد ال 183. اللي بعديها هناخد اللي هو 3 ديجيت برضو في ال 100، يبقى 198. واللي بعديها عندنا 500 700 900، بالترتيب ده طبعا ال 500 اقل، 502، وعندنا اللي بعديها 713،
وآخر واحدة اللي هو 926. هنا بيقول لك clear put the number in order from greatest to the least، يبقى من الكبير للصغير. دي سموها descending، بيسموها ايه descending اهو، والسلم نازل كده يعني كأنك نازل السلم descending. write the number in order بترتيب from the in order greatest to the least. ال greatest هنا طبعا اللي طبعا ده 1 digit مش هيبقى ال greatest، ال 2 digit هو اللي ممكن يبقى فيهم واحد ال greatest. طبعا واضح هنا ان 47 هي تيجي في الاول ان هي اكبر واحدة، بعد كده هتيجي بعدها ال 25 ولا 29؟ لا ال 29، يبقى هناخد كده 29 لانها اكبر من ايه، من ال 25. بعدها تيجي ال 25، بعد ال 25 هتيجي اللي هي ال 12، وبعد ال 12 هتبقى اخر حاجة اللي هي اصغر حاجة اللي هي 7. يبقى احنا كده رتبناهم descending من الكبير للصغير. بعد كده هناخد التانية اللي هي بيقول لي هنا 82، وهنا 130، وهنا 10 210. اعلى حاجة واضح جدا هنا اللي هي ايه، 210. يبقى نكتب هنا كده 210، دي اول واحدة. اللي بعديها ال 130، وبعد ال 130 واضح جدا ان عندنا ثلاث ارقام تانيين، كل واحد عبارة عن 2 ديجيت، كل واحد عبارة عن ايه 2 ديجيت. عندنا اللي هو 82. إيه طبعا هنا ال 82 طبعا واضح انها الاقل، بعد كده هناخد هنا 82 هي 2 ديجيت بس عندنا إيه في ال 8 تنس يعني. اما هنا ال 1 تنس وهنا 1 تنس، بس هنا 9 وهنا 0. طبعا هناخد ال 19 اللي هو يعتبر 19 لان هو جريتست الايه لل 10 يعني اكبر من ال 10، وهتبقى اخر حاجه بالنسبه لنا اللي هي ال 10. يبقى احنا كده عملنا ايه ديسندنج من الكبير للصغير. هنا بيقول لك هنا 3 ديجيت 2 ديجيت 500 يعني 3 ديجيت ودي 3 ديجيت ودي 3 ديجيت. اعلى ديجيت في ال 100، اعلى فاليو للديجيت في ال 100 كام؟ هنا 2 هنا 4 هنا 5. يبقى لازم نبدأ بالايه بال 500، هنكتب كده هنا 500. يبقى ده اللي هو greatest number اعلى حاجة، وهيجي بعديها هنا 4 وهنا 1 وهنا 3. هتبقى هناخد ال 499 اللي بعديها في هنا 200 وهنا 100 بس. هنا طبعا هناخد ال 273، بعدها هيجي اللي هو 167، بعدها هيجي اللي هو 2 ديجيت بس اللي هو عندنا الكام اللي هو يعتبر 25. احنا كده عملنا اوردرنج او رتبنا من الكبير للصغير، من الجريتست تو ذا سمولست descending يعني. هنا نفس الكلام، هنا كلهم 3 ديجيت بس اعلى ديجيت في ال 100 اللي هو ال 5 اللي هو ده. هنا بقى هنقارن بعد كده، هنا يبقى 4 وهنا 4. الاول نكتب ال 572 ده ال greatest number، ويجي بعديه عندنا ده 490 وهنا 492. طبعا 492 هي الاكبر فهنحطها 492، وهيجي بعديها اللي هي ايه 490. بعد ال 490 نبدأ نشوف الأرقام اللي متبقية معانا. عندنا 333 و 344، هنا 3 وهنا 3 زي بعض، هنا 4 وهنا 3. طبعا ال 4 أكبر فهنقول هنا ايه 345 سوري. ويجي آخر حاجة عندي اللي هتكون 333. وبكده يا حباب قلبي نكون خلصنا ليسون 29. هنروح بقى لليسون 30، ده كده يبقى خلصنا نص المنهج الخاص بالفيرست تيرم.
هنا هنعمل كومبيرنج بس ويز ديفرنت فورم، يعني هنعمل كومبير بس ويز ايه ديفرنت فورم، يعني ممكن يجي لك نمبر مثلا اكسباندد فورم، رقم وورد فورم، رقم تاني ستاندرد فورم. فهنشوف هنا مثلا هنا 300 وهنا 2 tens وهنا 4 من الوانز. What are the same way to write number دوت الرقم ده؟ ممكن تكتبه بالطريقه دي. اول حاجه الاكسباندد فورم دي 300 يبقى 3 وجنبها 2 0 و4 عندنا من الوانس، وعندنا طبعا هنا 2 من الايه من التنس، يبقى 300 2 من التنس يعني 20، 4 من الوانس زي ما هي. دي اسمها الاكسباندد فورم. اما الستاندرد فورم ان احنا نحطهم جنب بعضيهم كده، اما الوورد فورم بنكتبها كوورد بنقول 324 324، ودي بنسميها الوورد فورم. نيجي هنا براكتس رايت نمبر ان ستاندرد فورم. اول حاجه هنا بيقول لك 253، ادي 253. بعد كده 717، 717 يعني كام؟ يعني 17 يبقى 1 من التنس و7 من الوانس، هتبقى بالشكل ده. طيب هنيجي هنا 950 يعني 5 من التنس، طالما مش قايل لي اي حاجه تاني يبقى الوانس عندي بزيرو، يبقى 950. هنا بيقول لي 435، ادي 400، 30 ادي 30، 5 ادي 5. بعد كده عندي هنا 512، ادي 500 وجنبها الايه ال 12. هنا 704 ما جابش سيره التنس خالص، 704 يبقى 7 والتنس بزيرو وال4 تنزل زي ما هي كده. بعد كده بيقول لك 537، دي في الاكسباندد فورم ودي في الورد فورم، تمام. 245 وهنا 745. اول حاجه الجريتست فين؟ ايوه الجريتست اللي هو 745، والسمولست فين؟ اللي هي دي 245. لما نيجي نحولهم كلهم للستاندرد فورم عشان تبقى سهل علينا نعمل الموضوع ده، 200 مثلا 45، وهنا دي هتبقى كام؟ 537. نبدأ كده بسهولة نرتبهم، بس أهم حاجة لما نيجي نرتب نرجع الحاجة لأصلها، يعني ما نكتبش مثلا 745 هي الأكبر وبعد كده 537 وبعد كده 245، لا احنا نقول 745 هي الأكبر، يجي بعدها الاكسباندد فورم نكتبها بقى بالصيغة الأساسية بتاعتها، هنقول 500 بلس 30 بلس 7، وهنا هنكتب 245. يبقى عندنا the smallest number اللي هو ده، و ascending order بقى لما تيجي تكتبها تكتبها ازاي؟ ascending يبقى من الصغير للكبير، صغير فين هنا؟ 245، ما نكتبش 245، لا نكتبها بأصلها اللي هي 245. هيجي بعديها الكوما دي معناها هنجيب الرقم اللي بعديها 500 بلس 30 بلس 7، نكتبه زي ما هو كده، وبعد كده دي تنزل لان هي اصلا في الستاندرد فورم تنزل زي ما هي. علشان كده بنقول ان ديسندنج بقى لما نيجي نعملها ديسندنج هنبدا من الكبير للصغير، الكبير فين؟ اللي هو 745، الاصغر فين؟ اللي هو ده، وفين الاصغر اخر حاجه؟ اللي هو ده اللي هو 245. بيقول لك circle the greatest number and underline the smallest number، يعني هنيجي عند الجريتست ونعمل له سيركل دايره، وعند الاصغر نعمل له ايه underline يعني نحط تحتيه خط. واضح كده احنا ممكن نحول كله لستاندرد فورم عشان نعرف. واضح جدا ان 600 اكتر من 300 واكتر من 100، فدي قال لك اللي عمل لها سيركل يبقى هنعمل لها كده السيركل بتاعتها بالشكل ده، واندرلاين السمولست نمبر اللي هو ده السمولست نمبر اللي هو ده. بعد كده 95، وعندي 710 وعندنا 400 بلس 1 يعني 401. طبعا واضح جدا ان اكبر حاجه عندي اللي هي 710 دي، طبعا هتيجي بعديها 95، لا اللي هيجي بعديها 400 بلس 1.
طيب ال 95 دي ايه؟ هتبقى اصغر حاجة. هنعمل ده دايرة؟ لا، ما نعملش دايرة، نعملها كده ايه، underline. هنا 379 واللي بعديها 500 واللي بعديها 500، بس هنا 511 وهنا 510. طبعا واضح ان ال 511 اكبر من ال 510، وهنا طبعا واضح ان ده هو اقل حاجة، لان ده 500 وهنا ايه 379. هنا 900 طبعا اكبر، هنا طبعا هتبقى 829 وهنا 800. طبعا 900 هتكتب، هتبقى هي اكبر حاجة، واصغر حاجة هنا 800 وهنا 800 ومعاها فكة كده يعني 20 وال 9. واضح ان ال 800 هي اللي هتبقى اصغر حاجة. نيجي للي بعد كده. بعد كده بيقول لي هنا 538، هنا 538 طبعا اكبر من 537، وهنا 539. طبعا 539 تكسب، هي تبقى اكبر حاجة، وطبعا ال 37 اقل من ال 38، فدي اللي هنحط عليها underline بالشكل ده. نيجي بعد كده للجزء اللي باقي من الدرس. بيقول لي arrange from the smallest to the greatest ascending order، يعني تصاعدي من الصغير للكبير. هنا طبعا 815 هنا. طب اقول لكم على طريقة برضو جميلة تقدروا يعني عشان تضمنوا ان كنتوا ما تتلخبطوش. هنا 800 مثلا، 800 15 ادي 815، حطوها فوقيها كده، ادي 814 هنحطها فوقيها، وهنا 752 752. ونرجع بعد كده، اهم حاجة نرجع كل حاجة لأصلها، بس دي عشان تورينا ايه الأكبر وايه الأقل. هنا طبعا بيقول لك arrange from ده. هنا بقى طبعا هنا هنيجي أول حاجة، هنيجي 752 بس مش هنحطها كده، هنكتب كده هنا 700 بلس 50 بلس 2، يبقى كده أول حاجة أكبر حاجة خدناها. ماشي، اللي بعديها بقى هيجي طبعا اللي هو 815 و850. واضح جدا 815 أقل من 850، بس هنكتبها إزاي؟ هنكتبها كده بالشكل ده كورد فورم زي هي موجودة، نكتبها بالشكل ده كده. اخر حاجة اللي هي جاية لي في الصيغة بتاعتها اللي هي ايه، هي مديها لي اصلا في الستاندرد فورم بالشكل ده. هنا هتبقى 850، هنكتب 850 بالشكل ده. اللي بعديها هنا بيقول لي 75 يعني هتبقى كده اهو 75، وهنا 715، وهنا واضح جدا انها تبقى 705. طيب تعالوا نشوف بقى انه الاكبر وانه الاصغر. هو عايز مني اللي smallest to the greatest. يبقى أول حاجة هنبدأ بيها اللي هي إيه؟ الـ 75 اللي هي دي، بس مش هنكتب 75 زي ما قلنا، هنكتب كده 70 5. اللي هيجي بعديها اللي هو هنا 705 وهنا 715، واضح إن 705 15 هي الأكبر، و 705 اللي هي دي هي الأقل، فهنكتب هنا 700 بلس 5، يتبقى الرقم الأخير عندي اللي هو 715. السؤال اللي بعد كده، طبعا نكبر دي شوية، بعد كده عندنا هنا 461، هنا 416، هنا 600. طبعا 600 اكبر حاجة هنستبعدها دلوقتي، هنا 416 وهنا 461. طبعا 416 هي الاقل،
فهناخدها الأول، هنكتب كده 416 كده، خلصنا أول حاجة وده أصغر رقم. وزي ما قلت لكم لو هنتلخبط نعملها ايه في الستاندرد فورم كلها وبعد كده نقارن. بعد كده هنا هتبقى 461 وآخر واحدة هتبقى 616. آخر سؤال عندنا بيقول لي هنا 300 وهنا 20 وهنا 9، يبقى 329. واضح ان 200 اقل وهنا 300 يبقى بنستبعدها. هناخد الاول 299 يبقى كده خلصنا واحده. اللي بعديها هنا 300 هنا 300 هنا 20 هنا 30، يبقى 20 اقل مش كده؟ يبقى هي عباره عن 300 ناخدها الاقل طالما هو از السندنج يعني من الصغير للكبير، يبقى كده الثانيه. والثالثه اللي هتبقى زي ما هو كاتبها لي كده ال 333. بس ادي الموضوع بكل بساطة. هنا بقى بيقول لي الرينج فروم greatest to the least descending بقى بنفس الطريقة اللي احنا عملناها هنا هنعمله هنا برضو كمان. هنا الاوردر هنبدأ اكبر حاجة هنا 700 هنا 900 هنا 830. واضح جدا ان ال 900 هي الاكبر، يبقى 900 بلس 3. دايما نبص لاعلى فاليو هي اللي هتوصلنا للنتيجة بسرعة. بعد كده عندنا هنا 700 و830، طبعا ال 830 تكسب هي الاكبر. وهيجي اخر حاجة عندنا اللي هي 780 ويبقى كده هي دي الإجابة بتاعتنا. هنا 500 هنا 79 بس هنا 500 تمام، يبقى هنا 500 وهنا 500 هنا 80 بس هنا 38. طبعا في الحالة دي ان ال 80 هتبقى هي الاكبر، ولذلك هنقول ان احنا عندنا 500 بلس 80 بلس 30 صح. بس هنا ايه، هنا في حتة مهمة. الحتة المهمة إيه؟ ان هو قال لي 580 و30، يبقى كأننا 610. لما نجمع دول مع بعضهم يطلعوا 610، فهي دي هتبقى اعلى حاجة تمام. يجي بعدها ايه ال 500 نكتبها بقى زي ما هي 500 38. يبقى كده خلصنا الجزئية دي كده. فاضل لنا آخر رقم بقى هنحطه زي ما هو اللي هو 79. بعد كده هنا 619 هنا 620، واضح جدا ان 20 اكبر من ال 19. هنا 609 بس طبعا واضح ان 600 بلس 20 هي الاكبر. اللي بعديها هنا 619 اللي بعديها اللي هي ايه 609 دي اصغر واحد. بعد كده اخر جزء في في درس اليوم 300 وهنا 300 وهنا 300. طب نفرق ما بينهم ازاي؟ هنا 50 هنا 50 برضه وهنا 15، واضح ان ال 50 اكبر من ال 15 فهناخد واحده من دول. طب هنا في وانس جنبها ما فيش، بس هنا في جنبها وانس، يبقى هي دي الاكبر اللي هي 300 300 بلس 50 بلس 1 بالشكل ده كده اهو. واللي بعديها تبقى 350 زي ما هي في الستاندرد فورم. واخر واحده اللي هي عندها مديها لي 315 315 واضح ان هي دي ايه اقل واحده فيهم.
يبقى كده احنا عملنا اوردرنج او ترتيب من الجريتست تو ذا ايه سمولست. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، هو سهل زي ما احنا شايفين، والجزء اللي انتم مش فاهمينه تبعتوا لي وانا ارد عليكم ان شاء الله. اتمنى لكم النجاح والتوفيق، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. معاكم مستر أسامة الهادي، تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.